نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة وأولى أخبارنا. القوات المسلحة نعت ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام. وأسفر الحادث عن استشهاد ضابطي صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية. ويجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الأمم المتحدة، وبتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصاب بالشفاء العاجل. أن يرحم الله شهداء الواجب في كل مكان. نروح لمجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، واللي يمكن أهمها هو خبر رئيس الوزراء اللي شهد توقيع وثائق واتفاقيات هامة خلال مؤتمر مجموعة البنك الإسلامي، وكمان توقيعه لبرنامج عمل لتنفيذ مشروعات دائمة وداعمة للاقتصاد المصري، بالإضافة لجولته التفقدية لمشروع التجلي الأعظم في أرض السلام في سيناء بمدينة سانت كاترين، وأخبار تانية كتير هنعرفها من خلال التقرير التالي. مجموعة من الأخبار المهمة حصلت امبارح، كان أبرزها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ مراسم توقيع عدد من الوثائق على هامش انعقاد الدورة 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، واللي بتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وشهد الدكتور مدبولي مراسم توقيع برنامج عمل بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الصادرات والواردات الإفريقي لصالح جمهورية مصر العربية في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية. بيستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصري وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022-2023. كمان شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وده الوضع إطار للتعاون في دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم لإفريقيا والتعاون بشكل وثيق حول دعم وتنمية التجارة. كمان تفقد دكتور مصطفى مدبولي أعمال تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، واستمع لشرح حول المشروع من اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والدكتور ماهر ستينو استشاري المشروع. وانتقل الدكتور مدبولي لموقع الزيتونة وتفقد عدد من المشاريع اللي بيشهدها الموقع ضمن خطة تطوير المدينة وإعادة مظهرها الحضاري استعداداً لجذب الزوار والسائحين. وأيضاً تفقد مجموعة من العمارات بالحي السكني بالزيتونة اللي بيشهد إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية. وتفقد الدكتور مدبولي مشروع تطوير منطقة وادي الدير في محيط دير سانت كاترين وزار الدير، وقام بجولة في أقسامه واتكلم مع أباء الدير حول رؤية التطوير للمنطقة، وأكد خلال الجولة الحرص على أن تحافظ أعمال التطوير على طبيعة المنطقة ورونقها والجانب الروحاني فيها، وأشاد بالمشروع وأكد أنه ذو أهمية كبيرة لقطاع السياحة الروحانية، خاصة وأن المنطقة بتخص الأديان السماوية الثلاثة وبتمثل مكاناً جاذباً للسياحة الدينية. وفي إطار جولته في مدينة سانت كاترين تفقد الدكتور مدبولي مكونات مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، وكان في استقباله بأرض الموقع عدد من مشايخ القبائل البدوية في المنطقة اللي توجهوا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على تنفيذ هذا المشروع المهم، وأكدوا أنه بيشكل فرصة كبيرة وواعدة بالمنطقة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس، وده خلال الفترة من 28 مايو ل 30 يونيو 2022، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
دلوقتي ميعادنا وجولة المحافظات، هيكون معنا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها تمويل 2752 مشروع ب 31.7 مليون جنيه في المنيا، وأيضا توريد 58% من إجمالي القمح المستهدف هذا العام في بورسعيد. وكمان من محافظة الجيزة هيكون معانا الإعلان عن ملتقى توظيفي يوم الثلاثاء 7 يونيو، وأخبار تانية كمان من الغربية وبني سويف واسكندرية. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها محافظة المنيا اللي احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية في عدد من المشروعات اللي نفذها المشروع في الفترة من يوليو اللي فات والحد دلوقتي، واللي وصلت 2752 مشروع باستثمارات بلغت 31.7 مليون جنيه. في بورسعيد وصل إجمالي الكميات الموردة من القمح من إبريل ل 14438 طن و450 كيلو جرام بنسبة توريد 58%، وصلت كمان جملة المساحة المنزرعة 14596 فدان خلال موسم التوريد بإنتاجية متوقعة 25000 طن. في الجيزة أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن ملتقى توظيفي يوم الثلاثاء اللي جاي في حضور مسؤولي الموارد البشرية بإحدى شركات شبكات الاتصالات، وحددت محافظة الجيزة نوعية الوظائف اللي هيوفرها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بالملتقى التوظيفي للعمل بشركة شغالة في مجال شبكات الاتصالات. في الغربية أعلنت مديرية التضامن عن زراعة 10 أسطح منازل بقرى نهطاي وتفهن العزب التابعتين لمركز زفتة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الأولى بالرعاية، والهدف من المبادرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير عمل لائق وإنشاء مجتمعات خالية من التلوث والحفاظ على البيئة. اللواء محمد عامر رئيس مدينة بور فؤاد أطلق مبادرة هنجملها بمشاركة الجمعيات الخيرية في بور فؤاد وهيئة تعليم الكبار في بورسعيد، وتم البدء في تفعيل المبادرة واترسمت خطة عمل اشترك فيها كل فرد من أفراد المجتمع وكل الإدارات التنفيذية في مجلس المدينة. في بني سويف أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في المحافظة قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين في قرية قفطان الغربية بمركز سمسطة، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة والأسنان، وتم الكشف على 1315 مريض وتصرف لهم العلاج بالمجان، وتم إصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج. في الإسكندرية أجرى وفد الأئمة والوعظات من بوركينا فاسو جولة للتعرف على مسجد أبو العباس المرسي في المحافظة، وأبدوا إعجابهم بعمارة المسجد وأكدوا أن تراث عمارة المساجد في مصر بيشهد بعظمة الإبداع المصري والتصاميم المعمارية الرائعة للمساجد.